أنا اسمي رجب محمد إبراهيم أحمد، جامعة المنيا، كلية الآداب، الفرقة الرابعة، قسم المكتبات والمعلومات. أنا الجهاز ده عبارة عن جهاز تشويش على شبكات المحمول، الهواتف الذكية والعادية وأي نوع، أي نوع من أنواع الهواتف يعني. وطبعا بالإضافة إلى الواي فاي والبلوتوث، بالإضافة للأقمار الصناعية كمان. ليه؟ لأن كانت مشكلة حصلت، إن مشكلة الاغتيالات بتاع العريش وسينا والحتت دي كلها، المناطق النائية عن الحدود، ومشكلة الثانوية العامة لما كان بيحصل فيها غش عن طريق الموبايل وكده، ومشكلة العربيات اللي هي بتاعت المسؤولين لما كانت بتمشي وتتفجر عن طريق الموبايل أو عن طريق أي موجة من موجات الراديو الكهرومغناطيسي يعني. فبدأنا إن إحنا نفكر في أجهزة تشويش. هي كانت موجودة بس كانت غالية، فإحنا فكرنا إزاي إن إحنا نعمل جهاز تشويش بس يكون بتكلفة أقل. هما كان الفكرة في الأول إن هما يقطعوا الشبكة عن المكان خالص في الثانوية العامة أو عن الجمهورية، طبعاً ده غلط عشان البريد والبنوك وده كله شغال يعني. لكن الجهاز ده حل مشكلة كبيرة خالص. الجهاز ده عبارة عن جنس الموجات، الموجات دي راديو كهرومغناطيك برضو، بتبقى موجات مثلاً يعني أنت عندك مثلاً الشبكات المحمولة اللي شغالة على 2000 هرتز، هو بيرسل برضو 2000 هرتز، فطبعاً بيعمل تقاطع. يعني الموبايل ايه، الاي سي بتاع الموبايل استقبل هنا واستقبل هنا، فعمل تقاطع الشبكه بيديك ان هو ايه، لا توجد بطاقه اس اي ام. انا هشرح لك الفكره ببساطه. انا عندي اقطاب مغناطيسيه هنا، طبعا هنا في تجاذب وهنا في تنافر، فانا بخلي الاثنين يتنافروا مع بعض بس على مدى مسافه معينه، بحيث ان مجال التنافر يكون بينهم مجال مغناطيسي، ان انا احط دايره بلاستيك جواها ملفات نحاس على اساس ان هي تلف. فلما بتلف من القوى المغناطيسيه بتطلع لي طاقه، الطاقه دي انا باخدها بتديني مثلا 8 امبير و1 كيلو واط او 1 كيلو ونص لمده 4 سنين، وطبعا في منها كيلو ونص وفي منها 5 وفي منها 10 كيلو، بس ده عشان ماكل طبعا والمعارض، فاحنا بنجيب اللي هو اصغر حاجه.